السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله يومكم بكل خير طلابي وطالباتي في مساق الـ VB CS 110. نكمل معكم اليوم Chapter 2، آخر موضوع نحن وصلنا عنده اللي هو الـ Functions اللي تابعين للـ String أو للنص. فأخذنا الـ Length اللي هو بيعطينا الـ String قد إيه الـ Length اللي لإله، قديش عدد الـ Characters. واخذنا التو ابر انه بيحول لي النص الى كابيتال لتر، والارقام بيخليها مثل ما هي، واي حرف بيحوله لكابيتال لتر. وتريم بيلغي لي اي سبيسز موجودين في بدايه السترينج او في نهايته، بيلغي لي اي سبيس موجود في بدايه النص او في نهايته. وكمان اخذنا التو لور بيحول لي النص الى سمول لتر، اي string بحول لي اياه لسمول لتر. واخذنا الاندكس اوف انه ببحث لي عن string معين داخل السترينج، بحث لي عن string معين داخل السترينج انه هل موجود او لا، واذا موجود ببلش من اي كاركتر، ببلش من اي كاركتر. طبعا مطلوب نتذكر انه النص بيكون كل رمز له اندكس او له فهرس، فمثلا اول رمز بالنص بيكون له اندكس 0 زي التي، الحرف الثاني H له index 1، الحرف اللي بعده E له index 2 وهكذا. فبالتالي index of بيعطينا انه النص اللي احنا بندور عليه داخل النص الخاص فينا موجود على اي index 1 او 4 او 5، واذا ما كان موجود بيعطينا سالب 1. اليوم رح نبلش ب sub string. sub string معناها انه النص بيقسم لي الى باخذ جزء منه، باخذ جزء من السترينج. طيب الان انا هون دم str1 as string يساوي the cs 101 test dim cut string as string. انا هون الان عرفت متغيرين str1 كسترينج وضعت فيها القيمه هي، وعرفت متغير اخر سميته cut يا string وما وضعت فيه قيمه. بعد هيك الان عملنا اد لهذا الشيء، بعد هيك الكت سترينج يساوي str1 اللي هو السترينج الرئيسي اللي عندي str1.substring. الان بدي اطبق الفانكشن sub ناشو string 4 و 6. الان هذا الفانكشن بياخذ لي 2 بارامترز، اول بارامتر 4 بدايه القطع راح يكون منين؟ بداية القطع، يعني أنا الآن بدي آخذ جزء من الـ string، آخذ يعني جزء منه، وهذا الجزء أنا بدي أضعه في الـ cut string بـ variable سميته cut يعني شو string. أوكي. فالآن بداية رح يكون من رقم 4، من index رقم 4 وبـ length 6، هي 6 هي الـ length، الـ length للإشي اللي أنا بدي آخذ منه الـ sub يعني شو string. فإذا رح يبلش من 4 والـ length 6. لان عندنا ال T 0 الاندكس لها 0، ال H 1، ال E 2، السبيس 3، السبيس 3، فأربعة هي ال C. ال C عندي هي لها اندكس 4، فبالتالي sub string of 4 و 6 رح يبلش من ال C وبلينكث 6، بلينكث 6 يعني رح ياخذ ال C 1، بعدين ال S 2، ال داش 3، ال 1 4، ال 0 5 وال 1 6. بالتالي رح ياخذ ال سي اس داش 101، هاي هي رح تكون نتيجه ال اس تي ار 1 دوت سب يعني سب سترينج اوف 4 و 6. رح يبلش من 4 اللي هي حكينا عنها 0 1 2 3 4، 4 هي الاس وبلينكث يعني 6. فبالتالي رح ياخذ 4 5 6 7 8 و9، هدول قديش اللينكس لهم رح يكون 6. بعد هيك الان احنا اضفناه على الليست بوكس، اضفناه على الليست بوكس اللي هي ال str1.sub string و cut string يساوي cut يعني شو string، فاعطانا النتيجه اللي هي cs-101. تمام. اوكي، فالان كسترينج في عندنا مجموعه عمليات. اول شيء الكونكاتينيشن اند ابندنج، كيف اني اعمل دمج بين تو سترينجز مع بعض، ونحن هذا الشيء اخذناه عن طريق اشاره الان.
والابندنج كيف اني اضيف string على string وthe empty string امتى بيكون عندنا empty يعني كstring initial value of يعني string شو هي القيمة الافتراضية للنص ونحن حكينا بتكون القيمة الافتراضية initial value عبارة عن empty يعني نص فارغ ما في إشي وآخر شيء رح نأخذ widening and narrowing. أوكي الآن عندنا ك string return is a sequence of characters surrounded by a quotation marks. فهذا هو string literal هي الفاليو تبعت ايش string الفاليو تبعت string فهي عباره عن مجموعه يعني كاركترز رح بلش بدبل كوتيشن وانهيها بدبل كوتيشن زي كلمه هلو هي عباره عن string بلشت بدبل كوتيشن وانهيت بدبل كوتيشن زي عباره عن 1 2 3 داش 4 5 داش 6 7 8 9 في دبل كوتيشن بدايتها ودبل كوتيشن نهايتها فهي تعتبر يعني شو string literal واخر شيء الهاش a b d space c d e يعني question mark كمان هي عباره عن string literal هي قيمه string طبعا انا بضعها داخل نص كمان ممكن يكون عندنا كمثال اخر عليها اذا الان وضعت double quotation وحطيت 1 2 9 وانهيت بدبل quotation فهي عباره عن string literal هاي string literal قيمة لstring ليش؟ لأنه في double quotation بدايتها و double quotation نهايتها بينما لو وضعت القيمة 1 و 2 و 9 وضعتها داخل متغير فهي القيمة عبارة عن integer عبارة عن number هاي القيمة عبارة عن number لأنه ما في double quotation بدايتها و double quotation نهايتها فبالتالي الكمبيوتر بتعمل معها كنمبر لكن إذا سبقت بdouble quotation سبقته وانهيته بدبل كوتيشن فالكمبيوتر بيعرف انه هي عباره عن سترينج اوكي الان سترينج فاريبل A string variable is a name to which a string value can be assigned. هون الآن في عندنا أسماء ال string. أسماء ال string يعني أسماء ال string. فبالتالي أنا الآن بقدر أعرف أي متغير وأضع بداخله نص. بدي أعرف متغير dim country أو dim s أو dim ssn أو dim word أو dim first name وas string. فبالتالي أنا هيك بعرف إنه هذول عبارة عن string. ونحن أخذنا كيف إنه نعرف أي متغير كسترينج أو كإنتجر أو فلوت أو دبل إلى آخره من أنواع البيانات. سترينج فاريبل أوكي الآن كيف أنا الآن بدي أعرف النص dim first name as string فبالتالي أنا هيك عرفت الفيرست نيم ك string والفيرست نيم هذا الاسم نحن رح نختاره بناء على قواعد تعريف المتغيرات بلغه ال VB. By default the initial value is the keyword nothing. الان اذا انا عرفت متغير من نوع نص ما وضعت فيه قيمه رح تكون ال initial value له عباره عن ايش؟ nothing هي الكيورد nothing انه ما في شيء الان كيف الان بدي اضع فيه قيمه انا؟ بحكي first name هو اسم متغير يساوي وضع اي string بدي اياه لازم ابدا بدبل كوتيشن وانهي بدبل كوتيشن فهون انا وضعت فريد داخل متغير اسمه first name اللي نوعه string. اوكي we can declare a string variable and assign it a value at the same time. ممكن انا الان اعرف string أعرف variable من نوع نص وضع فيه قيمة فمثلا dim first name as string يساوي Fred فأنا هيك بنفس الجملة سوري عرفت متغير اسمه first name نوعه يعني string ووضعت فيه القيمة Fred add method
الاد ميثود هي كيف انه بتعمل اضافه بيانات على الليست بوكس، وهي نحن اخذناها بالتفصيل واخذنا عليها امثله كثيره. اوكي، فمثلا انا هون معرف ديم str as string يساوي سالم in cs 101 class ديم str as string عرفناها. بعد هيك الليست بوكس دوت ايتمز دوت اد اس تي ار، فانا الان هون بضيف على الايتمز تبعون الليست بوكس بضيف الاس تي ار، الاس تي ار اللي هي string وفيها القيمه هي، فبالتالي بضيف القيمه هي بضيفها وين؟ على الليست بوكس، على الليست بوكس. اوكي، ذا empty string، ذا string دبل كوتيشن دبل كوتيشن ورا بعض which has no characters is called the empty string or the zero length string. لما نعرف نحن الان string وما اضع فيه قيمه، ما اضع فيه قيمه راح يكون عباره عن empty string، يعني string فاضي. string فاضي ما في قيمه، ما في قيمه كاني بحكي هذا النص يساوي double quotation double quotation. ما في بيناتهم اي شيء، لا سبيس ولا واحد ولا اي ولا بي، ما في بيناتهم شيء نهائيا. فهذا بيكون empty string، string فاضي. اللينكث له بيكون عباره عن زيرو. فهو فسميناه نحن زيرو لينكث يعني string او empty string. The statement list box dot items dot add double quotation double quotation ما في بيناتهم اي شيء، ما في بيناتهم اي شيء skips align the list box. اذا انا الان بضيف او بطبق هي الكوماند على الليست بوكس، بدي اضيف هي الداتا، شو هي الداتا؟ ولا شيء. هي الداتا اللي عندي ولا شيء، فاضي، اللي هي empty string. empty يعني شو string؟ فبالتالي بضيف لي يعني ما بضيف شيء على على الليست بوكس، لكن بنزل لسطر جديد. لكن بنزل لسطر يعني جديد. كانه اضفنا نحن داتا معينه، لما اضيف داتا على الليست بوكس هو بنزل لسطر جديد. فانا الان هنا بما اني عملت list box dot items dot add وهون وضعت ال وضعت ال empty string، فده بضيف لي شيء على list box لكن بنزل لسطر جديد، فبالتالي skips line in the list box، يعني بتجاوز عن line وبنزل لللاين اللي بعده، بحيث اذا بدك تضيف بعد الجمله هاي بدك تضيف بيانات على list box تنضاف البيانات هاي تحت، بنترك مكان فاضي مكان الاد دبل كوتيشن دبل كوتيشن. اوكي، the content of a text box can be declared with either the statement can be cleared عفوا or the يعني or the statement. الان اذا نحن بدنا نعمل clearing لتكست بوكس، clear يعني حذف لمحتوياته. عندي text box اللي هو صندوق ادخال بيانات، بدي احذف بياناته، بقدر احذف بياناته بالتو كوماندز هذول، واحدة منهم. نحن طبقنا مثال على هذا. نحن طبقنا مثال على هذا انه اسم التكست بوكس دوت تكست يساوي دبل كوتيشن دبل كوتيشن. انا هيك بضع قيمة اللي هي الامتي يعني شو سترينج، بضعها محل التكست تبعت التكست بوكس، وبالتالي بلغي اي بيانات موجودة على الخاصية تكست اللي تابعة للتكست بوكس. وممكن اطبق نص اخر او كوماند اخر بيعطينا نفس النتيجة اللي هي clearing the content of a text box. كيف؟ text box dot يعني clear، بستعمل الميثود اللي هي يعني clear، فبعمل clear للcontent الخاص للtext box. طيب خلينا الآن احنا نطبق هذا المثال. أي راح نفتح ال VB. أوكي، الآن أنا هون عندي الكبسة يعني clear، وعندي ال text box هيو صندوق ادخال بيانات هيو اسمه txt1، فبالتالي بدي لما اضغط على كبسة الكلير يتم حذف اي محتويات موجودة على txt1 على ال text box هذا. طيب دبل كليك الان عليها عشان نوصل للايفنتس، او من قائمة الايفنتس مثل ما حكينا، من قائمة الايفنتس هنا بتوصل على الايفنتس وعلى كليك، بعمل عليه دبل كليك. اوكي، الان لما اضغط على هذا الزر لاحظوا معي الايفنت عندي كليك، هذا الايفنت بتبع الزر اللي اسمه بي تي ان كلير، هذا هو اسم الزر. اوكي، ايش راح يصير الان؟ عندنا تكست 1 دوت كلير، تكست 1 دوت كلير.
طيب رجعنا للفورم وعملنا رن، هاي دخلنا بيانات عملناها ريد وعملناها بلو. لا بدي اضغط على زر كلير كلير، لاحظ معي حذف لي هاي المحتويات، حذف لي هاي المحتويات. اوكي ممكن هذا الكوماند عشان امحي المحتويات الخاصين او اللي على التكست بوكس، اكتب الكود الاتي على نفس الزر اللي هو كلير، دبل كليك عليه، بدي اضع هذا الكوماند كوما قبلي كوما، بصير يعني ككومنت، بصير كومنت، كومنت ما بتنفذش، كومنت تعليق ما بتنفذ. راح اضغط على تكست 1 دوت تكست يساوي دبل كوتيشن دبل كوتيشن دبل كوتيشن دبل كوتيشن، وضعت الامبتي سترينج، وضعت الامبتي سترينج. اوكي الان بعمل سيف، بروح للفورم ديزاين وبعمل رن. هاي الداتا لونها ريد لونها بلو، بدي اعمل كلير، كليك عليها، لاحظ معي حذف هاي المحتويات، حذف هاي المحتويات. اوكي لان هيك احنا بنقدر نحذف محتويات التكست بوكس. اوكي طيب ارجع الان للباوربوينت. اوكي string variable and assignments. You can assign the value of one string variable to another. ممكن الآن أعمل assignment لقيمة string إلى string آخر. فمثلاً عرفت أنا هنا strvar1 as string يساوي hello. فصار عندي قيمة، صارت قيمة عندي ال str، أنا خطي مش كتير حلو فبتتحملوني، str variable 1 أي صارت قيمتها بعد ما تنفذ أول line، صارت قيمتها hello لأنه أنا عرفت متغير من نوع string ووضعت في قيمة اللي هي hello. بعد هيك كمان نفذنا أو طبقنا dim strvar2 as string يساوي goodbye، فعرفنا متغير آخر اسمه strvar2 strvar2 ووضعنا فيها قيمة goodbye. sorry my eraser. okay goodbye. okay بعد هيك حكينا str str var2 يساوي str var1. هنا عملنا assignment من str var1 الى str var2، يعني غيرنا على قيمه str var1، هي القيمه اللي نحن غيرناها str var2 sorry str var2 هي هي القيمه غيرناها، غيرناها بايش؟ بقيمه str var1، فهي القيمه بعد str var1 بيتم وضعها محل القيمه تبعت str var2، فبتلتغي هي، فبتصير قيمة str var2 ايش؟ بتصير قيمتها hello. فبتصير قيمتها hello. بعد هيك list output.items.add str var2، بدي اضيف على ال list box على ال على ال على ال items اللي لاقي له ال str var2 اللي هي hello. اوكي فبالتالي الاوتبوت راح يكون عندنا هلو. اوكي الان كمان هنا عندنا الكود داخل فانكشن برايفت سب البي تي ان ديسبلاي اندرسكور كليك هاندلز بي تي ان ديسبلاي دوت كليك، فالايفنت عندنا هنا يعني كليك، والباتون عندنا اسمه البي تي ان ديسبلاي. فعرفنا dim يا president as string و president اللي هي النص يساوي جورج واشنطن، وضعنا قيمة جورج واشنطن داخل president اللي هي الفاريبل. بعد هيك عملنا list output.items.add president،
هي اول يا بريزيدنت اضفتها على الليست بوكس اللي هي سترينج، اللي هي سترينج بضع لي اياها زي ما هي، لانه انا وضعها داخل دبل كوتيشن. هي مش فاريبل، هي هون عندي سوري، هي هون عندي مش فاريبل، هي عباره عن، هي عباره عن سترينج. string not variable، مش variable. not var، مش يعني مش variable، لأنه أنا وضعت داخلها قيمة محددة، double quotation بدايتها ودبل quotation يعني نهايتها. الجملة اللي بعد هيك list output dot items dot add و president، هي بريزيدنت الثانيه بما انه ما في دبل كوتيشن قبليها ودبل كوتيشن بعديها، فهي عباره عن فاريبل، هي عباره عن فاريبل متغير، فاريبل سوري. اوكي مره ثانيه نكتبها، هي عباره عن فاريبل متغير. هذا الفاريبل قد يكون سترينج، قد يكون نمبر، قد يكون انتجر، قد يكون ديت. نحن بنكون عرفنا قبل هيك. الان في مثالنا هون نحن عرفنا البريزيدنت كاسترينج، نحن عرفنا البريزيدنت كايش؟ كاسترينج. فالان الجمله هاي بتطبع لي قيمه الفاريبل المتغير اللي اسمه بريزيدنت. شو قيمته؟ قيمته جورج واشنطن، قيمته جورج واشنطن، لانه انا هون عامل اسايمنت لجورج واشنطن على البريزيدنت. اوكي، فبالتالي راح يضيف لي بريزيدنت اللي هي السترينج الثابت هون، بعد هيك بضيف لي قيمه الفاريبل اللي اسمه بريزيدنت، الفاريبل اللي اسمه يعني بريزيدنت اللي قيمته راح تكون جورج واشنطن، فضاف لي على السطر الثاني جورج واشنطن اللي هي قيمه الفاريبل للفاريبل اللي اسمه بريزيدنت، فقيمته راح تكون جورج واشنطن. اوكي، لان هون عندنا امثله على الانتجرز نحن اخذناهم دول بالتفصيل، مش عارف ليش موجودين عندنا هنا. اوكي هي نيكست، كمان البارانثيسز اخذناها والاولويات، العمليات لما تكون عندنا عمليات حسابيه شو في عندنا اولويات للعمليات الحسابيه زي الاس الضرب والقسمه الانتجر ديفيجن المود بالبلس بالماينس، هي مطلوب نكون نحن حافظينها وعارفين شو ترتيب اولويات العمليات الحسابيه، اذا ما طبعا اذا ما كان عندنا اقواس. اوكي هذا السلايد مشروح من اول. اوكي الان خلينا نحن نعمل هي التاسك، يعمل هذا الفورم ايش راح يكون فيه؟ حيكون عندنا تايب سيتي نيم وتكست بوكس، لاحظ معي عشان اليوزر يدخل سيتي نيم، وعندي هون زر اللي هي اد ايتمز تو ليست بوكس، بدي اضيف الايتمز للليست بوكس، فهذا راح يكون عباره عن باتون بحيث ادخل السيتي اول سيتي بعمل اد بضيف لي اياها على الليست بوكس، بدخل السيتي الثانيه بعمل اد بضيف لي اياها على الليست بوكس، بدخل السيتي الثالثه بعملها اد بضيف لي اياها على الليست بوكس وهكذا. وعندنا هون الزر اللي هو ديليت سيتي نيم، اذا بضغط عليه بلغي لي البيانات الموجوده بالليست بوكس، بلغي لي البيانات الموجوده بالليست بوكس. اوكي والكود موجود عندنا هون، طبعا هذا الكود تبع الزر هيو. عندي اول شيء ديم اس سترينج و اس يساوي تكست بوكس 1 دوت تكست، اول شيء عرفت اس من نوع نص string، بعد هيك وضعت باس قيمه التكست بوكس 1 دوت تكست، القيمه اللي نحن بنضيفها هون التكست بضيفه على التكست 1، هي كلها بدي اخزنها بالفاريبل اللي اسمه اس اللي هو string، بعد هيك بضيف هذا الاس على الليست بوكس عن طريق ليست بوكس 1 دوت ايتمز دوت اد اس، بضيفه على الليست بوكس، واخيرا تكست بوكس 1 دوت تكست يساوي امتي سترينج، بعد هيك الغي لي اي بيانات موجوده في التكست بوكس.
اوكي. لا بالنسبة للزر الثاني اللي هو delete city names، بس راح اكتب فيه الكود التالي اللي هو listbox.items.clear listbox1.items.clear. بستعمل method clear عشان يلغي المحتويات الموجودة بداخله. اوكي طيب، خلينا الان نطبق نحن هذا المثال. اي بدي اعمل فايل و نيو بروجكت، يكون عباره عن فيجوال بيسك وويندوز فورم ابلكيشن. اوكي اوكي ما سميته انا، فبختار اسم يعني باي ديفولت. طيب اول شيء الان انا بدي اضيف الليست بوكس، راح تكون هنا، فبدي all windows forms. اوكي الليست بوكس هي هون، بضيف الليست بوكس تمام، وبغير اسمها، هي properties اللي لإلها، أغير اسمها إلى LST1 list 1 enter. كمان الآن بدي أضيف text box سيون، text box موجود عادة بالأعلى، لا مش بالأعلى سوري، اوكي هي الباتون نحن بدنا اياه كمان، الزر هي الزر الاول للاضافه وهي الزر الثاني للالغاء. اوكي اوكي تكست بوكس هي هون، دبل كليك عليه اضفناه، فهي هون راح يكون صندوق ادخال البيانات تكست بوكس، وبجنبه راح يكون في ليبل تايب سيتي نيم، هي عباره عن ليبل، فبدي اضيف ليبل. ليبل ايون، دبل كليك عليه، اضفنا الليبل، هي الليبل. اوكي فالان الليبل راح يكون تايب سيتي نيم، تايب سيتي نيم عند التكست لإله، هي التكست للليبل. تايب سيتي نيم انتر. اوكي الان هي راح اوسعها شويه، والفور نفسه راح اوسعه شويه، راح ازيحه لهون، هي راح ازيحه لهون. اوكي بعد هيك الزر بدي اكبره، هذا هي كبرناه. اوكي نصغره شويه، نصغره، والزر الأخير بدي يكون تحت، سي هنا شوي نكبره. أوكي هذا الزر راح يكون الأول في add items to list box، add items to list box هو التكست لإله، add items to list box enter. الفونت شوي أكبره، الفونت 12. أوكي تمام، والزر الثاني راح يكون مكتوب عليه delete city names. delete city names اوكي، وهي التكست او الفونت عفوا راح شوي اكبره ل 10. اوكي طيب الان طلع علينا نحن اللون، هنا عندنا الزر، لاحظ معي انه راح يكون الباكينج جراوند له لونها بالاصفر، هذا الزر الباكينج جراوند عندنا باك كلر، لون الخلفيه نختار لون الاصفر. اوكي والزر الثاني راح يكون له باك جراوند لون اخضر، شوي نكبره. اوكي تمام لون اخضر كاستم مثلا هذا اللون. اوكي تمام، لان بحاجه اني اضيف الكود، لما اضغط على هذا الزر
النص الموجود هنا يتم إضافته على الليست. أوكي، فدبل كليك عليه، بدخل على الإيفنت اللي هو كليك للبتون 1. البتون أنا ما غيرت اسمه، فهو اسمه بتون 1، والإيفنت اللي عندنا هنا كليك. أوكي، أول شيء أنا بعرف ديم S1 as string و S1 dot sorry S1 بدي أضع فيها قيمة التكست الخاص الخاصية التكست اللي تابعة للتكست بوكس. فTxt text1 أوكي، أنا التكست بوكس نسيت شو اسمه، وحرجع الآن للفورم التكست بوكس هيو اسمه تكست بوكس 1، خليني أغير اسمه إلى txt1 enter. هذا هو اسم التكست بوكس. الآن راح أرجع للزر، دبل كليك عليه، رجعت للكود s1 يساوي txt1 هيو هنا ظهر أمامنا dot text txt. هيك الآن وضعت خاصية التكست القيمة الموجودة على تكست بوكس، بضعها في الأس، وبعد هيك lst1 dot items dot add sorry dot add m الاس1، بضع قيمة الاس1 على الايتمز. واخيرا الخاصية تكست اللي تابعة للتكست بوكس راح افضيها، راح اضع بداخلها empty string. فs1 dot sorry text1 dot text يساوي double quotation double quotation. تمام، الآن برجع للزر الثاني اللي هو delete city names، دبل كليك عليه اللي راح يتنفذ لما يصير الايفنت كليك على الزر الآخر اللي اسمه pattern 2. اوكي، فالآن lst list1 dot items dot clear عشان امحي اي كونتنت موجود داخل الليست. اوكي، الان بضغط على سيف اول، خزنتم رن. الان بضيف اول سيتي عمان، اد بضغط عليها، اد اضاف لي اياها وتم الغاء من هون. بضيف السيتي الثانيه اربد، اد اضاف لي اياها. بضيف السيتي اللي بعديها جرش، اد اضاف لي اياها. بضيف مثلا عقبه، اد اضاف لي اياها. مثلا صريح، اد اضاف لي اياها. الان بدي الغيهم كلهم، بضغط على delete city names فبلغي اياهم كلهم. تمام، هذا هو الحل تبع هي الوظيفه او هذا الكود. اوكي، الان بعد هيك عندنا شباب موضوع الاوبشن strict. الاوبشن يعني شو strict؟ Visual Basic allows numeric variables to be assigned strings and vice versa a poor programming language. الآن لغة Visual Basic مرنة، فيها مرونة. مرونتها الآن إذا عندك أنت متغير مثلا عبارة عن متغير integer، بدك تضع بدي أضعه على string، إن أضع integer على string. Visual Basic الآن هي لحالة بتعمل conversion، هي لحالة بتحول هذا الرقم الانتجر إلى string وبتضعه داخل النص بدون أي مشاكل. كمان بالفيجوال بيسك إذا أنت بدي تضع double على integer، يعني عندك variable من نوع integer، بدي أضع على هذا variable اللي نوع integer، بدي أضع قيمة double، بدي أضع قيمة من double، فهو لحاله الفيجوال بيسك بيعمل conversion، بيحول double إلى integer. طبعا هون الان مذكور انه هي بور بروجرامينج براكتس، انه هي عباره عن ضعف باللغه، هم هيك بيحكوا، مع انه هي قد تكون ميزه في حالات، لكن انت في حالات قد انك ما تحتاجها. الان عشان انك انت تخلي الفيجوال بيسك انه ما تعمل كونفرجن لحالها، انه مش اللغه لحالها تصير تحول من دبل الى انتجر او من انتجر لسترينج او من دبل لسترينج أو من string إلى integer أو من string إلى double، عشان تمنع الفيجوال بيسك إنها تعمل conversion يعني لحالها، في عندنا خيار اسمه option strict، عندنا خيار اسمه option strict.
بفعله، بعد ما افعله اللغه لحالها ما بتحول، اللغه لحالها ما بتعمل كونفرجن من نوع الى اخر، من داتا تايب الى اخر. بصير انت كمبرمج بدك تحول الانواع البيانات من نوع الى اخر حسب حاجتك. To prevent such assignment set option يعني option strict to on in the options dialog box، عشان امنع هي الكونفرجن التحويل من نوع الى اخر باي ديفولت عن طريق البرمجيه، بختار الخيار option strict، بختاره انه يكون on عشان امنع هذا الشيء. اوكي، مثال لذلك الان visual basic allows numeric variables to be assigned strings and vice versa. ممكن انت الان تضع رقم على string او اضع string على ارقام، اضع string على ارقام. طبعا لما بدي اضع string على الرقم بدي يكون string عبارة عن رقم، لما اضع string على رقم مطلوب string نفسه يكون رقم. كيف يعني؟ لو كان انا عندي مثلا 11 بالطريقة هاي، دبل كوتيشن بدايتها ودبل كوتيشن نهايتها، هاي ال11 عبارة عن string str، هاي ال11 عبارة عن ايش؟ عبارة عن string. فإذا أنا كنت معرف dim x as integer إذا كنت معرف x من نوع integer، ممكن أحكي x يساوي ال11 هي كسترينج، هي دبل كوتيشن في البداية وهي ال11 وهي دبل كوتيشن في النهاية. الآن إذا الأوبشن strict ما كانت مفعلة، مش مفعلة، الفيجوال بيسك حكينا بيعمل conversion لحاله، فبالتالي عرفت dim x as integer ووضعت x يساوي قيمة ال11 ودبل كوتيشن قبليها ودبل كوتيشن بعديها، هو الآن Visual Basic بيحول بيعمل conversion لحال، بيحول ال11 من string إلى integer، بيحولها من string إلى integer. لكن ما بزبط أحكي x يساوي دبل كوتيشن a b، ما بزبط، لأنه ال a b string هو عبارة عن أحرف، كيف بدي أضعها هاي داخل انتجر؟ ما رح يزبط. أما إذا كان عندي رقم 11 معرف كانتجر، بقدر أخذه أنا بإكس اللي هي من نوع انتجر، حتى لو الأوبشن ستريكت كانت مش مفعلة. أما إذا فعلت للأوبشن يعني شو ستريكت، إذا فعلتها لازم إني أنا أعمل كونفيرجن، لازم إني أنا الجملة هي ما أكتبها بطريقة أخرى، اكتبها بطريقة أخرى عشان أنا أحكي له إنه اعمل conversion. طبعا هي الجملة غلط، هاي الجملة هاي ما بتزبط الشيء الجملة. أوكي تمام. الآن مثال على ذلك dim str 33 as string dim integer num as integer integer num يساوي 1 2 3 4، عرفنا integer num من نوع integer ووضعنا فيها القيمة 1 2 3 4، وعرفنا str 33 من نوع string ووضعنا فيها القيمة integer number. لاحظ معي وضعنا الانتجر number داخل ايش؟ داخل string. بعد هيك عرضت هاي البيانات عن طريق جملة ال MSG box، عرضناها عن طريق جملة ال message box ال str 33 يساوي ال str 33، فعرض لي اياها هذا ال str 33 اللي هي وضعنا فيها قيمة الانتجر num. الانتجر num اللي هي integer 1 2 3 4، وضعتها داخل string، وضعتها داخل ايش؟ داخل السترينج. فبالتالي الفيجوال بيسك عمل كونفيرجن، هنا هو عمل كونفيرجن، هو عمل التحويل، حول لي الانتجر الى سترينج، حول لي الانتجر، حولها الى سترينج. حكينا هاي اشي موجود باللغة ممكن انا امنعها، كيف بديك امنعها؟ عن طريق الخاصية option strict. طيب اوكي
هذا الكود معاد أظن. طيب الآن كيف أنا الآن بدي أفعل هي كيف بدي أفعل هي الخاصية اللي هي option struct. بختار options from the tools menu in the left pane, expand project and solution. أوكي خلي الآن أطبق هذا الشيء أمامكم. بروح الآن على Visual Basic على التولز وبختار options من tools بختار options من options بختار project and their solutions projects and their solutions ومنها بختار VB default منها بختار VB defaults بيطلع عندنا مجموعة خيارات اللي هي default project setting منها option explicit منها option explicit بتكون on يعني الفيجوال بيسك بتحول من نوع الى اخر باي ديفولت. انا الان بقدر اعملها اوف انه بحكي للفيجوال بيسك لا تحول من عندك لا تحول من تلقاء يعني لحالك من انتجر لسترينج او من سترينج لانتجر من دبل لانتجر من دبل لسترينج او من سترينج لدبل لا انه انت كبروجرامر انت بدك تقوم بعمليه التحويل عن طريق مجموعه فانكشنز او عن طريق مجموعه اقترانات. بعد هيك بعمل اوكي. لأن كيف راح تسويها زي ما حكينا tools options بعد هيك ال VB default من projects and your solutions تختار ال option explicit من on إلى off. أوكي أو بتقدر تكتب كود أو بقدر أكتب كود عشان أفعل ال option strict. كيف الآن أكتب كود؟ إنه أكتب كود في بداية الكلاس before class form اكتب option strict on قبل البابليك كلاس. يعني انا الان هون عندي دبل كليك على الفورم او مش دبل كليك خليني افوت على اي زر دبل كليك عليه انا هذا هو الكود تبع الزر. اذا بطلع لفوق تلاقي البابليك كلاس فورم 1 قبليها تكتب الكود اللي هو option اوكي option strict on option strict on يا يعني انك تكتب الكود هنا او بتستعمل الطريقه السابقه اللي هي من tools options الى اخره الطريقه الثانيه او انك تكتب الكود هنا عشان تفعل الاوبشن يعني شو strict. الان اذا بدك توقفها انت هاي بدال on بعملها off سوري هي عاده بتكون off فاذا انا الان بدي اوقفها بختار off بختار اوف عشان ايش؟ عشان اوقفها option strict off عشان يعني اوقف التحويل. اما اذا بدي التحويل يصير باي ديفولت عن طريق ال VB بختارها on بختارها on هي طبعا باي ديفولت on زي ما حكيت هي باي ديفولت بتكون on. اما اذا انا بدي اوقفها بختارها off بختارها off يا من هنا يا بختارها off عن طريق التولز والاوبشنز البروجكتس اند سوليوشنز ال VB ديفولت عندي هون اي اوبشن اكسبلس بختار اوف يا بعملها اوف بالطريقه هاي او بعملها اوف بالطريقه هاي بكتابه الكود. اذا بدي اعملها اون يعني احولها الى اون من هون بختارها اون او من هون بختارها اون طبعا واحد منهم بستعمل طريقه منهم مش الطريقتين مع بعض. اوكي الان انا بدي اختارها اوف من هون اوكي وهذا الكود راح الغيه لانه انا من الاوبشنز غيرت عليها انها تصير اوف. اوكي الان يا شباب موضوعنا using text boxes for input and output. كيف بدي استعمل صناديق ادخال بيانات text box عشان اقرا منهم او عشان اكتب عليهم. طبعا احنا اخذنا امثله على ذلك لكن الموضوع الان راح اعيده. اوكي طبعا the content of a text box is always a string. هي ملاحظه كثير مهمه هي ملاحظة كثير مهمة انه الكونتنت للتكست بوكس بيكون عبارة عن string عبارة عن string محتويات التكست اللي خاص بالتكست بوكس بيكون عبارة عن string حتى لو عرضت فيه رقم انت او دبل او ديت او اي نوع ثاني
الفي بي هي بتعمل ال... هي بتعمل الكونفرجن طبعا مثل مثل ما حكينا، لكن التكست بوكس خاصيه التكست فيها بتكون قيمتها تكست، بتكون قيمتها سترينج، يعني تكست سترينج هي نفسها كتكست. لان هون عرف ديم اكس از سترينج ان اوكي. الان انبوت اكزامبل، اذا انا الان بدي اقرا منه، بدي اقرا من صندوق ادخال صندوق ادخال البيانات، بحكي اكس اللي انا عرفته ك string x يساوي textbox.text، بضع خاصية التكست اللي تابعة للتكست بوكس بضعها وين؟ بالفاريبل، بضعها بالفاريبل. فأنا هيك قرأت من التكست بوكس، قرأت منه الآن متغير x، بقدر إني أعمل عليه عمليات معالجة، بقدر إني أعمل منه عليه عفوا عمليات معالجة. الآن إذا أنا بدي أعمل output، بدي أعرض بيانات أو أعرض نتائج، أعرض نتائج على text box، بعكس بعكسهم، بحكي text box dot text، text box dot text يساوي x، يعني بضع قيمة x بضعها على text، على text. فبالتالي أنا هيك عرضت بيانات، لأنه text box يعني dot text بتشوف انت في بيانات، فاذا انت وضعت في بيانات هذا اوتبوت، اذا اخذت منه بيانات فهي عباره عن انبوت، فهي عباره عن انبوت. اوكي اوكي الان مثال على ذلك، the content of a text box is always a string، حكينا عنها. اوكي الان ك input example dim str var as string ام sg box يساوي str var يساوي and str var. اوكي الان احنا اذا وضعنا قيمه، عرفنا نحن اول شيء dim str var as string، بعد هيك عملنا str var قيمه النص string ال str var اللي هو الفاريبل، وضعنا في قيمة اللي هي text box dot text، فهي عبارة عن input لأن أنا قرأت من text box، قرأت منه، بعد هيك عرضت هذا الشيء. ال msg box هي عبارة عن رسالة عرض، msg box هي عبارة عن message box، هي عبارة عن message box، msg box فهي message box راح تكون. message box بادر عن طريقها اني اعرض بيانات على شكل صندوق، على شكل صندوق بيظهر لليوزر، بعرض عن طريق بيانات. اوكي لان اذا انا بدي اقرا بيانات من التكست بوكس، بقرا بيانات منه، طبعا هذا هو اسلوب الانبوت. اذا انا الان بدي اعرض عليه بيانات، بحكي text box dot text يساوي str variable، انه بعرض هذا الفاريبل على التكست بوكس. اوكي طبعا الان كاوتبوت dim mark variable as string اللي هي 969.5، طبعا هذا عباره عن رقم، بس بما انه انا بدي اخزنه على شكل نص، فالفيجوال بيسك لحاله بتعمل الكونفرجن زي ما حكينا، لحاله بتعمل الكونفرجن الا اذا انا فعلت الاوبشن ستريكت، إلا إذا أنا فعلت الأوبشن يعني شو ستريكت. أوكي بعد هيك الآن إذا بدي أعرضها، بدي أعرضها، بدي أعملها output، فtext box dot text يساوي سالم mark is و plus المارك variable، بعرضها على شكل بيظهر لي هاي البيانات، تظهر هاي البيانات على التكست اللي خاص للtext box. اوكي الان هذا مثال نفسه معاد. اوكي الان الداتا كونفرجن، كيف بدي اعمل كونفرجن من نوع الى اخر. اوكي هي راح احكي عنها في محاضره ثانيه. اشكر لكم يا شباب حسن الاستماع، والى لقاء قريب باذن الله. طبعا راح اسجل انا كمان فتره قصيره فيديو اخر عشان احاول اني اكمل الشابتر معكم.
امشي فيه مظبوط. يعطيكم ألف عافية وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله.